أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتناول موضوع ما حدث فجر يوم الجمعة، وأقصد هنا ما حدث من اعتقال لمجموعة من الميليشيات. قامت قوة ما تسمى مكافحة الإرهاب باعتقال مجموعة من الميليشيات، قالوا أنهم تروم كانت يعني تجهز نفسها لقصف مطار بغداد وبعض الدوائر الحكومية، وقبلها كانت قد قصفت مناطق يعني عديدة خلال الأشهر الماضية، وآخرها ربما قبل أسبوعين أو ثلاثة، وتعهد رئيس الوزراء بالقبض على هؤلاء والنيل منهم، ولا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل. وكل ما تسمي نفسها فصائل المقاومة وما تسمي نفسها فصائل الحشد الشعبي قالت أنه إحنا غير مسؤولين، ومن قام بالقصف هو الطرف الثالث. طيب، في الأخبار الرسمية اللي جاءت من الحكومة، من الحكومة الحالية، وبيان ما يعرف بقيادة العمليات المشتركة، قال يعني بأن معلومات استخبارية دقيقة قد توفرت عن الأشخاص الذين سبق وأن قصفوا مطار بغداد وقصفوا بعض المقرات في المنطقة الخضراء، وكانوا يعني يستعدون لعملية قصف جديدة. فتحركت قوة بعد أن أخذنا يعني حصلنا على إذن حكومي ومن القضاء، وحصلنا على مذكرة إلقاء قبض أصولية من القضاء، وتحركنا بأوامر، تحركت قوة من مكافحة الإرهاب لإلقاء القبض عليهم، وبعدين تم إلقاء القبض على هؤلاء، وطلعوا 14 يعني ميليشياوي ومسكوا وياهم مبرزات جرمية مثل ما قالوا، اللي هي قاعدة لإطلاق الصواريخ ومجموعة من الصواريخ وأسلحة كثيرة، وتم نقلهم إلى أحد المقرات التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب للتحقيق معهم. فور ذلك هذه البيانات هكذا تحدثت، وفور فور فور يعني القبض عليهم. أيضا البيانات الحكومية وبيان قيادة العمليات المشتركة قال إنه فور إلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى هذه المقرات تحركت عجلات حكومية، يعني أعيدها مرة أخرى، عجلات حكومية، ووصفها بأنها 80 عجلة حكومية تحمل أشخاص مسلحين بأسلحة متوسطة وأسلحة خفيفة وبتهديدات قوية، ودخلت المنطقة الخضراء وحاصرت جهاز مكافحة الإرهاب، وبدأ ما سمي الاحتكاك، تبادل الاحتكاك مع يعني جهاز مكافحة الإرهاب تجاوزا سميه. إذن جرى بينهم مواجهة بالرمي، كم دقيقة طولت، كم وقتها لا نعرف، لكن هكذا جرى. وأهل بغداد يقولون سمعنا إطلاق رصاص شديد في تلك الليلة. المهم هذا الذي جرى في محالة إخراج هؤلاء الميليشيات، ميليشيات الحج الشعبي تدعي أنها قد أخرجتهم، ويعني نشرت صور لمجاميع قالت أن هؤلاء الذين كانوا معتقلين وقد حررناهم وعادوا يرفعون شعارات النصر هكذا، لكن الحكومة وأجهزتها الأمنية تقول ما زالوا قيد التحقيق. وهذه قضية يعني طبيعية في العراق أن يجري الكذب بهذه الطريقة وأن تجري محاولات التضليل بهذه الطريقة. المهم في هذه القضية أنه ما هي إلا دقائق حتى يعني تسارعت تصريحات وتهديدات الطرف الثالث، لأن الطرف الثالث الآن ظهر واضحا. هم كانوا يقولون أن الطرف الثالث الذي يقصف، الآن الطرف الثالث الذي يقصف هي ميليشيات الحشد الشعبي. إذن الطرف الثالث هو الحشد الشعبي، هي ميليشيات الحشد الشعبي بشكل واضح. هذه العملية دلت على هذا الموضوع، لا تحتاج إلى إثبات ونقاش وجدل عقيم. فبالتالي كل الذين يساندون، اللي منتمين لهذه الميليشيات، كل اللي يساندوها من أحزاب وقوى، كلهم ثارت ثائرتهم، أولهم نور المالكي. هذا صارع قال الحشد الشعبي بالنص، قال الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة، وعلينا احترامه وحفظ هيبته، ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه، والدولة دولتنا. أي دولة يقصدها نور المالكي صاحب مقولة دولة القانون التي يقصدها في هذا الحديث؟ أي دولة؟ هذه دولة ميليشيات وعصابات. إذن الدولة التي يقصدها نور المالكي هي دولة العصابات والميليشيات، وهذه ليس لها علاقة بالعراق، لا ترتبط بالعراق. هذه اسم العراق عندما يأتي في تصريحاتهم هذا يعني يقحم إقحاما، لأنه هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيرانية،
تسلح بخطط وأسلحة وعتاد إيراني، تنفذ ما تريده إيران، أجندة إيرانية، فبالتالي هي ليس لها علاقة بالعراق نهائيا. وهذا يدل على أن الدولة في العراق هي دولة ميليشيات، لكي لا يزعل أحد. كلما قال البعض من العراقيين، كلما قال أهل العراق أن هذه دولة ميليشيات يزعلون، وربما يعتقلوا لأنه قال دولة ميليشيات. هي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالعراق، وهي دولة ميليشيات. هذا واضح الحقيقة. وبعد مجرد يعني ما صرح نور المالكي، وقبله ربما كان أبو علي العسكري اللي هو المتحدث باسم كتائب حزب الله، نشر تهديد واضح للكاظمين، هم يقولون نحن جزء من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وقائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، هو مصطفى الكاظمي. فكيف يمكن التجاوز على رئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحة؟ هذا ما كانوا يقولونه. لكن الكلام اللي قال هذا العسكري، واللي قال نور المالكي، واللي قال غيره بعدين الخزعلي، يثبت أنهم خارج أي ولاء، ولاهم لإيران، وليس لهم علاقة بالدولة، وليس لهم علاقة. وهذه قضية أن الحشد الشعبي تحت أوامر الحكومة وجزء من المنظومة الأمنية كذبة كبيرة، يعني انفضح شكلها. قال هذا بالنص، قال أراد هذا المسخ، ويقصد الكاظمي، لأنه قال بالنص أراد هذا المسخ الكاظمي أن يخلط الأوراق ويضيع قضية مشاركتي بجريمة قتل قاسم سليماني ومهدي المهندس، يتهمونه بالمشاركة في قتل هؤلاء الذين قتلوا في شهر يعني كانون الثاني الماضي، ويقدم عربون عمالة جديدة لأسياده الأمريكان، فما كان يتهمه بالخيانة وأنه تابع يعني عميل أمريكي، فما كان لغيار الحشد هكذا سماهم إلا أن صالوا صولة حيدرية حسينية، حيدرية حسينية صولة، ووضعوا بساطيل بالنص، ووضعوا بساطيل الشرف والعزة والإباء على وجه القبيح، ويقصد مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة الذي يأتمرون بأمره، وأخرجوا رفاقه من براثم كاظمي الغدر، ثم راح يهدد ليعلم هذا المسخ وزبانيته أن سيف المقاومة وسيف علي، ونحن نتربص بكم وانتظروا. تهديد واضح جدا. هكذا يتحدثون من يدعون أنهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية، منظومة تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. ربما وقت هذه الحلقة يعني لا يكفي لأكثر من هذا الكلام، سأترك الكلام للحلقة القادمة لتكون صورة ما حصل واضحة أمامكم. إلى ذلك الحين أترككم بالخير، والسلام عليكم. We'll be right back.